السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج بحوث. مثل ما تعودنا في كل حلقة من برنامج بحوث تكون لنا أربع محطات. محطتنا الأولى تكون مع أحد المشروعات البحثية، ثم بعد ذلك نسلط الضوء مع آخر المستجدات العلمية وكذلك البحوث الطلابية بالإضافة إلى إبداعات الصغار. البداية مع مشروع بحثي جديد، ويتناول المشروع البحث الجديد في حلقة اليوم إدارة تلوث الهواء وبالتحديد من جامعة صحار. لنكون أكثر قربا من هذا الموضوع نتابع هذا التقرير. يعد تلوث الهواء مشكلة بيئية خطيرة ذات آثار سلبية على صحة الإنسان وعلى البيئة الطبيعية، ويحتاج الناس إلى فهم تأثيرات العوامل المختلفة التي تتسبب في تلوث الهواء. وقد قام فريق بحثي من جامعة صحار بدراسة تهدف إلى تطوير الفهم العلمي المتكامل لعمليات تطوير جودة الهواء والعوامل والتأثيرات البيئية، وقد اختار الباحثون ولاية صحار مكانا لهذه الدراسة. المشروع سيعمل على تقديم التحليل العلمي للبيانات الموجودة واستخدام أدوات نموذجية لتحسين إدارة نوعية وجودة الهواء في منطقة صحار، وبالتالي فإن هذا يمكن من خدمة أفضل للمجتمع والصحة البيئية. إن واقع اعتماد نهج الإدارة التكيفية لإدارة نوعية الهواء في منطقة صحار من خلال استعمال أفضل التقنيات المتاحة، يسمح هذا النهج التدريجي المقترح في هذا البحث بالحد من التلوث، حيث أن الآليات المتبعة سوف تصبح أكثر كفاءة ومتاحة بتكلفة معقولة. نرحب بكم مشاهدينا في هذه الحلقة من برنامج بحوث، والتي نقدم الحوار فيها من جامعة صحار. موضوع حلقة اليوم نسلط الضوء على أحد المشروعات البحثية وبالتحديد مشروع إدارة تلوث الهواء في صحار. وضيفنا في هذه الحلقة الباحث الرئيسي الدكتور أمين النواهضة، أستاذ مساعد لدى مركز البحوث البيئية بجامعة صحار، وهو الباحث الرئيسي في المشروع. أهلا وسهلا دكتور. أهلا بكم وأهلا وسهلا فيكم في جامعتكم جامعة صحار. في البداية دكتور، تحدثنا كيف جاءت فكرة هذا المشروع؟ في البداية اسمح لي أن أتقدم بجزيل الشكر لمجلس البحث العلمي على ما قدمه وما يقدمه من دعم بشكل متواصل للبحوث في الجامعة. هذا المشروع والذي هو يعد من أضخم المشاريع الموجودة لدى الجامعة من ناحية الميزانية ومن ناحية الدور الذي سيطلع فيه في المستقبل. فكرة هذا المشروع بالطبع، نحن نعيش في منطقة صحار. منطقة صحار منطقة حيوية جدا في السلطنة، مما لا شك فيه أن الناظر إلى تاريخ صحار قبل 10 سنوات أو 20 سنة سيجد الفرق الكبير. المستقبل زاهر، المستقبل لمنطقة صحار، ولكن هذا التطور قد يصاحبه ازدياد في الطلب على مصادر الطاقة. ازدياد الطلب على مصادر الطاقة سيؤدي إلى حدوث تلوث مما لا شك فيه. وبالتالي إذا قمنا بدراسة هذا الموضوع فنحن نقدم العون لصانع القرار من جهة في خططهم المستقبلية حتى يتجنبوا ما لا يمكن أن تحمد عواقبه من التلوث، وما يحدث في العالم ليس عنا ببعيد من هذه المخاطر. إذن أنتم لهذا السبب دكتور اخترتم صحار لتكون
مكان يحتضن هذا المشروع. منطقة صحار هي ستكون عبارة عن موديل نموذج سيتم تطبيقه في كافة المناطق في السلطنة في حالة نجاح هذا المشروع. هذا المشروع يضيف منظومة جديدة لما تقوم للجهود التي تقوم بها وزارة البيئة والشؤون المناخية في إدارة جودة الهواء في المنطقة. إذن أنتم دكتور تطرقتم إلى موضوع تلوث الهواء في صحار، هذه هي أبرز أو هذه هي المشكلة التي أنتم الآن بصدد إيجاد حلها. نحن نهدف بالضبط ليس لإيجاد حلول للتلوث، نحن نهدف إلى الوصول إلى فهم متكامل لهذه الظاهرة وإدارتها. نحن نعرف أن من الأخطاء الشائعة طبعا أن الناس يعتقدون أن التلوث هو منبعث من الصناعات، هذا ليس بالصحيح. نحن نعيش في مدن تخترقها شوارع رئيسية، فيها مواصلات، فيها ازدحام، نحن نعيش بالقرب من مزارع يحرق المخلفات فيها، وهذه كلها تساهم في التلوث. هذا الذي نريد أن نصل له، ليس التركيز فقط على ما تحمله الصناعة. الصناعة يوجد فيها نظام مراقبة، يوجد فيها أنظمة حماية، ولكن يوجد مخاطر أخرى من ناحية التلوث. نحن نريد التوصل لهذا الأمر وإيصاله للمواطن. أبرز الأجهزة والأدوات التي يتطلبها هذا المشروع دكتور؟ بالضبط، مراقبة جودة الهواء تتطلب تقنيات حديثة جدا، والسلطنة حديثة الخبرة في هذا المجال. على سبيل المثال وزارة البيئة كل ما تملكه من أجهزة هي عبارة عن 5 محطات فقط متركزة في منطقة مسقط، وبقية المحطات هي تراقب الصناعات. لا يوجد محطات توفي بالغرض في السلطنة. الأجهزة التي تم تزويدها بهذه المنحة الكريمة من مجلس البحث العلمي هي أجهزة حديثة متطورة على مستوى العالم ومعترف بها لدى المؤسسات والمنظمات العالمية في قياس جودة الهواء، والتي ستثري بالضبط الجهود المتواصلة من أجل تقييم جودة الهواء. إذن دكتور هذا هو الجديد ربما على مستوى التخصص في جانب إدارة تلوث الهواء في هذا المشروع. بالضبط. طيب دكتور حدثنا عن الخطوات التي قمتم بتنفيذها في هذا المشروع. بالضبط، المشروع ينقسم إلى عدة مراحل. المرحلة الأولى تقوم بالنمذجة المحوسبة. نحن بالطبع نعرف أن هذه الأجهزة مكلفة جدا، بالذات حين تصل إلى عمان، ونحن لا نستطيع أن نقيس جودة الهواء في كل مكان. لذلك لا بد من الرجوع إلى النمذجة المحوسبة التي تعتمد على الأسس العلمية في تقييم تراكيز الملوثات في كل مكان. هذا الفريق الأول. الفريق الثاني يهتم بمراقبة جودة الهواء باستخدام الأجهزة الحديثة المتوفرة لدى الجامعة بدعم من مجلس البحث العلمي، وفريق آخر يقوم بدراسة السياسات. بالطبع نحن نعرف وجود التلوث، أنت بحاجة لمشرع يعي ويفهم ويتابع مستجدات هذا الأمر. بالضبط. فالمركز سيؤدي إلى هذا المشروع، سيؤدي إلى تعزيز هذا الأمر. نحن نعرف بالسلطنة لا يوجد مختصين في هذا المجال. نحن نهدف إلى إيجاد شريحة معينة من الشباب والشابات العمانيين الذين يعون هذا الأمر. بالضبط، ربما دكتور أنتم يعني المركز الوحيد الذي يعمل على دراسة إدارة الهواء هنا في السلطنة. الحمد لله، أقول هذا وبفضل الجهود والدعم السخي من مجلس البحث العلمي. نحن جامعة صحار يوجد فيها، أستطيع أن أقول، المركز البحثي الأول الذي يحتوي على منظومة قياس هواء متطورة. طيب دكتور نخرج لفاصل ونعود معك لنعرف فريق البحث المشارك معكم في هذا المشروع. إذن مشاهدينا بعد الفاصل نواصل الحوار مع الدكتور أمين. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا، والحديث حول مشروع إدارة تلوث الهواء وضيفنا الدكتور أمين. دكتور أمين حدثنا عن الفريق البحثي الذي شارك معكم في هذا المشروع. بالطبع، من أهم الإنجازات التي أنجزها هذا المشروع الممول من مجلس البحث العلمي أنه أوجد مفهوم جديد للجامعة في السلطنة. في السابق كان ينظر للجامعة أنها مدرسة كبرى، أما الآن فهي تحتضن الأبحاث. من ينضم لهذه الأبحاث هو خليط من الطلبة حديثي التخرج،
من الباحثين من طلبة الماجستير والدكتوراه، والخبر الجيد أنهم في السلطنة وحتى في خارج السلطنة. نعم. الآن نحن يوجد لنا تعاون مع جامعات في بريطانيا، جامعة لفبرا وجامعة كوينزلاند في أستراليا. الطلبة العمانيين الآن يعتمدون على المواد والقراءات التي نأخذها من منطقة صحار ليقوموا بدراسة أبحاثهم عليها. بالإضافة هذا المشروع يحتضن أيضا في نشاطاته باحثين ومستشارين عمانيين وغير عمانيين، سواء مقيمين في السلطنة أو في خارجها. هذا المشروع أيضا وفر مكان في جامعة صحار لكل من له رغبة في البحث، نعم، بأن يأتي إلى الجامعة، وسواء على التطوع أو مدفوع الأجر للمساهمة في هذا المشروع. إذن دكتور، هو يفتح المجال للباحثين أو الجيل الجديد من الباحثين لكي يعتمدوا على البيانات الموجودة هنا في المركز. بالضبط، أنت المعلومات، يعني هو خلينا نرجع للمثل الإنجليزي أو المقولة الإنجليزية التي تقول you can't manage what you can't measure. أنت بحاجة لقراءات، أنت بحاجة لمعلومات، المعلومات عند تحليلها ينتج البحث، ينتج العلم، ينتج الاكتشاف والاختراع. فهذه اللبنة الأساسية، هذه المرحلة الأساسية في مشوار البحث. إذا نقطة البداية تكون من هنا دكتور. أي نعم. طيب دكتور، دعم مجلس البحث العلمي لكم كيف وظفتموه في هذا المشروع؟ بالضبط، مجلس البحث العلمي تقدم بهذه المنحة السخية. عملنا جهدنا في صرف هذه المنحة في الأجهزة المتطورة، وبالإضافة أيضا إلى تشغيل الشباب العماني والشابات العمانيات في هذا المشروع. فهو ينقسم لقسم، القسم الأعظم هو للأجهزة، وثم رواتب الباحثين، وثم أيضا المصاريف الإدارية المتعلقة به، بالإضافة إلى تمويل المشاركات في المؤتمرات العالمية من ضمن هذا المشروع. دكتور أمين، قراءتكم للأبحاث في هذا الجانب باعتبار أنه مسألة إدارة تلوث الهواء ربما هي غاية دائما يسعى إليها الباحثون. بالضبط، يعني دعونا نكون واقعيين الآن. يعني وزارة البيئة كمشرع ليس من وظيفتها قراءة الملوثات المنتشرة هنا وهناك، هي مشرع، هي تضع القوانين، هي تراقب، هي تراجع، هي تحاسب. ولكن ما نفتقده في السلطنة هو وجود الطرف الثالث، وهو المؤسسات، سواء كانت هي الولايات بحد ذاتها أو البلديات، يجب عليها القيام بمراقبة جودة الهواء. جودة الهواء ليست بالضرورة للصناعة فقط، هي من أجل حماية الإنسان والنبات والحيوان الموجود في السلطنة. طيب دكتور، عملية جمعكم للبيانات من خلال الأجهزة والأدوات التي عملتم عليها، هذه عملية دقيقة جدا ومحتاجة أيضا إلى جهد كبير. كيف كنتم أيضا تقسمون أوقاتكم بين العمل الأكاديمي وبين العمل على هذه الأجهزة؟ بالضبط، أولا بالنسبة للمعلومات التي يتم جمعها هي معلومات دقيقة جدا وحجمها كبير. أنت تقيس جودة الهواء في كل ثواني محددة، وأنت تجمع هذه المعلومات، وأنت في البداية بحاجة إلى بنية تحتية في الجامعة. وبحمد الله من ضمن هذه المنحة قمنا بتوفير خوادم أو سيرفرات ضخمة لخزن هذه المعلومات. هذا بالنسبة لجمع المعلومات. بالنسبة لمعالجة المعلومات وتحليلها، يوجد هناك منهجية علمية متبعة في كافة الدول المتطورة من أجل إخراج هذه المعلومات بالشكل المناسب، بعيد عن إخراجها كما هي، لأنها بحاجة بالطبع إلى تنقيح ودراسة. طيب دكتور، من خلال هذا المشروع وما قمتم به، كيف يمكن أن تستفيد السلطنة في تطبيقه على الواقع؟ بالضبط، دعونا لا ننكر أن موضوع تلوث الهواء في السلطنة من المواضيع الحساسة جدا، وهذا الحاجز دفع بكثير من الباحثين حتى صانعي القرار من تجنب الحديث عن هذا الموضوع. وللأسف هذا ترك الساحة والملعب فارغ أمام الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي التي تتناول هذا الموضوع. قد تساهم في الوعي، ولكن إذا كانت هذه الوسائط والوسائل المسموعة والمرئية غير مرتكزة على أسس علمية ومدعومة بأصحاب الخبرة وذوي الاختصاص، قد تساهم في زيادة اللاوعي الممنهج. بالضبط، وهذا يهدد الاستقرار في المنطقة، وهذا يثبط الجهود التطوير المنشودة في السلطنة. نعم. لذلك توجهي في هذا الأمر من الناس الذين يتلقون هذه الأخبار بتوخي المصداقية العلمية، بتوخي الحذر فيها. ليس كل ما رأى إنسان دخانة أو سحابة سوداء من مصنع أن هنالك مصيبة ستحدث. يجب أن نكون موضوعيين في هذا الموضوع ونتناوله بحذر شديد. طيب دكتور، إذن إمكانية تطبيقه على أرض الواقع والاستفادة منه هي ليست صعبة في مسألة إدارة تلوث الهواء،
يعني يمكن أن نتغلب على مشاكل كثيرة، يمكن أيضا أن نتوسع في ثقافة التلوث في هذا الجانب. بالضبط، بحمد الله تعالى نحن نقع في موقعنا في سلطنة عمان قريبين من البر والبحر، عملية تجاذب الهواء ما بين البحر والبر تنقي الهواء في السلطنة، ولكن البيئة تنقي نفسها ولكن ببطء، فإذا ما نحن زدنا في كمية الانبعاثات تفقد البيئة والطبيعة قدرتها على هذه التنقية الذاتية. لذلك إحنا في هذا المشروع من خلال النمذجة المحوسبة نستطيع أن نضع أمام صانع القرار بيانات وتمثيلات وسيناريوهات، خلينا نقولها في حالة ازدياد الانبعاثات ماذا يمكن أن يحدث. إذن دكتور أنتم هناك ربما نتائج أولية خلصتم إليها في هذا الجانب. بالضبط، في 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 من خلال المشروع، من خلال عمليات الرصد التي قمت بها، ما هي النتائج الأولية التي خلصتم إليها، البيانات الأولية ربما من العينات التي أخذتموها؟ بالضبط، من المعلومات التي جمعناها سواء نحن نقوم في مراقبة جودة الهواء بالتعاون مع وزارة البيئة في الميناء صحار الصناعي، وبالإضافة للانبعاثات الموجودة من الطريق الرئيسي أمام جامعة صحار، لغاية الآن لا يوجد خطر محدق من ناحية الانبعاثات، ولكن نحن كباحثين نحن لا ننظر بعيد سنتيمترات عن عيوننا، ولكن نحن ننظر إلى أبعد من ذلك. نحن ننظر عندما مدينة صحار أو منطقة صحار المطار يشتغل بإذن الله تعالى، الصناعات الجديدة تنشأ، ونحن ننظر للمستقبل. إذن دكتور فاصل ونعود لنواصل الحديث معك حول هذا المشروع. إذن مشاهدينا نخرج لفاصل ونعود لمواصلة الحديث مع الدكتور أمين. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا من جديد. دكتور أمين، حدثنا عن الفترة الزمنية التي استغرقها المشروع إلى الآن. انقضى من المشروع سنتين ونحن على أعتاب السنة الثالثة والأخيرة من هذا المشروع. إذن أنتم خلاص على نهاية على مشروع، على نهاية بمشيئة الله. مدة المشروع كامل تقريبا ثلاث سنوات. طيب دكتور، أبرز التحديات التي واجهتكم في هذا المشروع؟ نعم، أشكرك على هذا السؤال. يعني نحن لا نريد أن نظهر أن الأمور كلها تسير على ما يرام، لا، نحن من باب النقد البناء وليس الهدام، لابد من إبراز التحديات التي تواجه الباحث في أثناء قيامه لبحثه، وهذا ينطبق على مشروعي ومشاريع أخرى بالتشاور مع الزملاء. بادئ ذي بدء، فكرة البحث في السلطنة حديثة لم توجد من قبل. نحن لغاية الآن لا يوجد عندنا، بدون التعميم يعني بالفعل يوجد أمثلة رائعة، ولكن بالسواد الأعظم شخصية الباحث العماني لغاية الآن غير موجودة. ونحن لا نلومهم، لأن الباحث من كلمة البحث هو الإنسان القارئ. فهل يا ترى هل يجهز الإنسان العماني أو الطالب العماني في مرحلة الدراسة سواء الابتدائية والإعدادية للقراءة، أم أنه ما زال أسلوب تلقيني عقيم؟ السلطنة تبذل جهد في المناهج وقد اطلعت عليها، ولكن هذا لا يكفي. نحن بحاجة إلى إنشاء جيل من الباحثين، جيل من القارئين. بالضبط، هذا الجيل في حالة إنهائه الدراسة الثانوية والتحاقه بالجامعة يلتحق بمنظومة البحث، يصبح إنسان مبدع مبتكر، ولكن إذا استمرينا بهذه المنهجية، منهجية عدم القراءة عدم البحث، هذا تحدي كبير. بالضبط. التحدي الآخر يتعلق في عند انخراط الباحث العماني في مشاريع البحث. نعم. نحن نعرف أن الباحث يجب أن يفني نفسه لهذا البحث، والبحث يكون أجمل وأجمل إذا كان يتعلق في وطنه، يجب وجود جانب من حب الوطن في هذا الأمر. أنت عندما تدرس تأثير الهواء أنت تحب وطنك، تريد أن تخدم وطنك. أكيد. وقبل أن يعني تقطف الثمرة لابد أن تصعد الشجرة، ولابد أن تمر بالأشواك لتلتقط الزهور. فلذلك البحث مشوار بحاجة إلى تعب، هذا بالنسبة للباحثين العمانيين. الأمر الثاني بالنسبة للسلطنة، للأسف لغاية الآن لا يوجد عندنا مراكز توزيع ومراكز لتزويد الأجهزة. فأنت عندما تريد أن تطلب جهاز أنت بحاجة إلى وسيط ووسيطين ووسطاء، وهذا بالتالي يرفع أسعار التكلفة بشكل كبير للأجهزة. هذا عائق حقيقي. من العوائق الثانية الموجودة هي أيضا ما بعد المشروع.
مجلس البحث العلمي مشكور قدم المنحة الآن وضخ أموال في هذا واستثمر في الشباب العمانيين الموجودين. ما هو مستقبلهم؟ ما الشباب الذين والشابات الذين تم تدريبهم هل سيأخذوا مكانهم الصحيح في وزاراتهم في الوزارات التي يجب أن يكونوا فيها؟ هذه نقطة. الأمر الثاني، تم التبرع وتم إنشاء المحطات وتم شراء الأجهزة في المختبرات، ماذا بعد هذه المرحلة؟ يجب وجود متابعة. المشاريع التي تنتهي وتموت بانتهاء المنحة يجب عدم التطرق لها. نحن بحاجة إلى ديمومة هذا العمل. المشروع البحث العلمي لا ينتج ثماره بين يوم وليلة. أنت بحاجة لأن تصرف سنوات لحتى تحصد هذا المنتج، وهي بحاجة لصبر. بالضبط. إذن دكتور، يعني مسألة أن التقارير البحثية والاستنتاجات البحثية وما يخلص إليه من نتائج عندما تركن في أدراجها ولا يستفاد منها على أرض الواقع، هي في ذات لا تعود بالنفع. نحن يعني أنا أؤيدك في هذا الكلام، نحن نعيش في مرحلة اللوحيات والمعلوماتية. في السابق كنا نتحدث منزل أو كمبيوتر لكل لباحث، الآن تغيرت إلى كمبيوتر لكل بيت، الآن كمبيوتر موجود في كل جيب. بالضبط. الآن الأجهزة اللوحية الموجودة مع الناس هي عبارة عن حواسيب، هذه الحواسيب وسائل معلوماتية، هذه ستفيد في المستقبل. لن يبقى المواطن كما هو عليه في السابق، الآن الإنسان بإمكانه أن يتطرق إلى صفحات الإنترنت، بإمكانه أن يصل إلى المعلومة. فلذلك يجب أن نواكب هذه العجلة المتسارعة من وكذلك التقنية. أيضا بالنسبة لجانب البحث العلمي، ربما كمستوى محلي ربما في السلطنة أو على مستوى إقليمي في الوطن العربي، دائما ما نلقى شح في الباحثين في الجوانب العلمية في بالضبط هذا الذي تفضلت به يقاس بعدد المنشورات العلمية في المجلات العالمية المحكمة. ولكن ما هي الآن، يعني وزارة التربية والتعليم العالي مشكورة جدا الآن تضخ بالأموال الهائلة لتأهيل الشباب العماني في الدراسات العليا. الشباب العماني الذي يلتحق في هذه البرامج هو الذي سيقوم بالنشر، ولكن ما نخشى أن هذا الشباب الخريج، وهذا نقول بحرقة يعني من حبنا لهذا الوطن، أن الشباب العماني الذي يقضي سنواته في البحث يرجع ليمارس مهنة إدارية. فعلا. نحن نريد من الإنسان العماني الباحث أن يرجع إلى مختبره، أن يكون قائدا للبحث، لا أن يكون مديرا. وهذا بحاجة يعني من صانع القرار إلى مراجعة يعني حساباتهم في هذا الأمر. الإنسان العماني عنده المقدرة وعنده الطموح لهذا، لكن لا نريد للمغريات المادية أن بالضبط. تسحبه إلى الوظيفة الإدارية. نعم دكتور أمين، فاصل ونعود أيضا لمواصلة الحديث معك في هذا الجانب. إذن مشاهدينا، بعد الفاصل نعود مرة أخرى للحديث مع دكتور أمين. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا من جديد. دكتور أمين، مثل ما نعرف دائما أن الأبحاث ليس لها نهاية، نظرتكم القادمة لهذا المشروع البحثي؟ نظرتنا القادمة لهذا المشروع البحثي، ما تقدم به مجلس البحث العلمي من منحة سخية يجب أن يتم متابعتها. هذه الأجهزة في حالة انقطاع الدعم عنها ستتوقف، والدعم ليس قد يكون غير مباشرا، وزارة البيئة قد تقوم بدور في هذا الأمر. هذا الأمر يخص وزارة البيئة ويخص وزارات أخرى، وبالتالي مساهمة العناصر الأخرى في السلطنة في هذا الأمر تؤدي إلى ديمومة هذا المشروع. لا نريد موت هذا المشروع بنهايته. نعم. طيب، رسالة ربما توجهونها للمواطنين وأيضا لصناع القرار في هذا الجانب؟ رسالتي إلى أهل عمان، إلى صانعي القرار في عمان، إلى أصحاب الصناعة في عمان، التلوث مسؤولية الجميع. نحن كلنا شركاء في التلوث. لا نريد أن نركز على الصناعة التي هي تشكل مصدر دخل قومي لنا في السلطنة. الإنسان العماني ينعم بنعم يجب أن لا يجحدها. أسعار الوقود في عمان منخفضة جدا، المواطن العماني لا يدفع ضرائب. في الوقت نفسه الإنسان عليه مسؤوليات. الصناعة التي تنتج الملوث لا تنتج الملوث الذي يلوث الهواء إلا بناء على طلب المواطن. نحن شركاء في التلوث، نحن دعونا نقول أننا نبالغ في ونسرف في استخدام الطاقة. بالضبط. نحن نستخدم المكيفات الهوائية بشكل مستمر، نحن نقود سياراتنا بسرعة مختلفة إلى مسافات مختلفة، لذلك كلنا شركاء في التلوث. ولذلك يجب علينا أن ندرك حساسية هذا الموقع، لا أن نلقي اللوم فقط على
أصحاب الصناعة، بل يجب أن نساهم جميعنا في هذا المجهود المبارك. دعونا نقول أن نحن ننعم الآن في أجواء جميلة في السلطنة، لا نريد أن نحرم من مشاهدة شروق الشمس من شواطئ عمان، لا نريد أن نشم رائحة الموت المنبعثة من الأسماك الميتة على الشواطئ. هذه ليست من الصناعة فقط، نحن كلنا شركاء في هذا الأمر. يجب كل إنسان يعيش في هذه السلطنة أن يأخذ مسؤولية تجاه هذا الأمر، سواء بالمعرفة، سواء بالعلم، سواء بالحد من الانبعاث قدر الإمكان. فعلا، والسلطنة بجانب وجود المصانع والمناطق الصناعية فيها أيضا دكتور، ربما تحافظ على المساحات الخضراء قدر الإمكان، تحاول أن تحافظ على المكان البيئي الطبيعي بحد ذاته. يعني مسألة المصانع ربما متواجدة في بعض المناطق، ولكن يقابلها أيضا محافظة في الجانب البيئي. بالضبط، وأتوجه برضو للناس بالذات يعني المقيمين بالقرب من هذا أن يتحلوا بالصبر وأن لا يأخذوا الأمر بحساسية. هذه المصانع تشكل ركيزة أساسية ولبنة في اقتصاد السلطنة. لا نريد أن الأمور في حالة وجود أي أمر في هذه الأمور يجب الرجوع إلى أهل الاختصاص والرأي في هذا الموضوع. فعلا، وإن شاء الله نتمنى لكم كل التوفيق دكتور، وأيضا نتمنى أيضا أن هذا المشروع البحثي هو نقطة البداية ويتواصل ويستمر في الأيام القادمة. أهلا وسهلا بكم وشكرا لكم، ونود أن تتكرر هذه التجربة وما تعلمناه سواء كان إيجابا أو سلبا في مناطق أخرى من السلطنة. إن شاء الله دكتور، بارك الله فيكم وشكرا لكم. دكتور أمين النواهضة، أستاذ مساعد لدى مركز البحوث البيئية بجامعة صحار والباحث الرئيسي في مشروع إدارة تلوث الهواء بصحار، شكرا جزيلا على وجودك معنا في برنامج بحوث. شكرا لكم وبارك الله فيكم. إذن مشاهدينا، قبل أن نختم حلقة اليوم من برنامج بحوث، نبقى مع البحوث الطلابية وكذلك آخر المستجدات العلمية بالإضافة إلى إبداعات الصغار. حذر علماء الحاسوب من أنه لا ينبغي استخدام مواقع الشبكات الاجتماعية مثل تويتر أو الفيسبوك أو غيرها لقياس السلوكيات أو الميول البشرية، لأنها تكون منحازة أكثر من اللازم، ومن ثم تعطي فكرة خاطئة عن العالم الحقيقي، لأن رواد هذه المواقع لا يمثلون إلا شريحة ضئيلة جدا من المجتمع. ويزعم الباحثون من أمريكا وكندا أن الطريقة التي توجه بها هذه المواقع الناس إلى الروابط تؤدي أيضا إلى تحيز في اهتمام الشخص، حيث إن تصميم الموقع يمكن أن يملي على المستخدم كيف يتصرف، وبالتالي يقيد ماهية السلوك الذي يمكن قياسه. ويشير الباحثون إلى أن آلاف الدراسات كل عام تبنى على معلومات مشوهة مأخوذة من مواقع الشبكات الاجتماعية، والعديد منها يستخدم لتشكيل وتبرير القرارات والاستثمارات بين الجماهير والصناعة والحكومة. ويضيفون أن الناس يريدون الإدلاء برأيهم فيما يحدث في العالم، والشبكات الاجتماعية وسيلة سريعة لذلك، وهكذا يتم الحصول على سلوك ملايين الناس مجاناً. الدراسة هي امتداد لدراسة سابقة أقيمت في نزوة عام 2005 ليتم اعتماد نموذج وراثي يتم خلاله دراسة الصفات الوراثية على عوائل ممتدة. يتكون هذا البحث من جزئين أساسيين، وهو دراسة العلاقة بين جين اختلاف جيني وهو الجين سوكس 2 وأثره على الطول وعلى ارتفاع سكر الدم. دوري في هذا البحث كان كل ما يتعلق عن الطول. كما نعرف أن الطول توجد هناك فروقات واختلافات في الطول بين الأفراد، وقد يكون لأسباب وراثية أو أسباب بيئية مكتسبة. طبعا دوري في هذا البحث أنني كنت مسؤولة عن تقصي ما إذا كانت هناك علاقة موجودة بين الجين المدروس وبين أعراض مرض السكري، والعرض الأساسي الواضح هو ارتفاع معدل سكر الدم.
طبعا كما هو معلوم أن مرض السكري مرض منتشر عالميا ومحليا، ففي دراسة أجريت في عام 2000 في عمان اكتشف أن نسبة المصابين بمرض السكري وصل إلى 16% في المجتمع العماني بين الأفراد المتراوحة أعمارهم بين 30 سنة و 64 عاما. لذلك قد لا نستثني بيت عماني من وجود مريض سكري فيه. أثبتت الدراسات أن الوراثة تتحكم بنسبة 90% في الطول. يوجد هناك هرمون يسمى هرمون النمو، هذا الهرمون هو الهرمون الأهم في تحديد طول الإنسان. تكمن أهمية البحث أنه يناقش هذا المرض ويعطي أملاً لوجود اتخاذ إجراءات وقائية أو لتحديد على الأقل لتحديد من هم الذين يعانون من خطر أن يصابوا بمرض السكري في المستقبل. الفكرة بسيطة، هي أن الجين المدروس يؤثر على الهرمون المسؤول عن النمو، وهرمون النمو هو أحد الهرمونات الأساسية المسببة لارتفاع معدل السكر في الدم. لذلك ارتفاع معدل السكر في الدم كما قلنا أنه عرض أساسي لمرض السكري. دراسة هذا الجين وهو جين مثبط لمعدل هرمون النمو، ودراسة الطرز الجينية المختلفة فيه تعطي فهماً أوسع للمسببات الجينية للسكري، لأن مرض السكري لديه مسببات من نوعين، مسببات مكتسبة من البيئة ومسببات جينية. المسببات المكتسبة تتمثل في نوع التغذية ومعدل الرياضة التي يمارسها الفرد بشكل يومي. أما المسببات الجينية فأحدها الجين الذي ندرسه في هذه الدراسة. بالنسبة للتحديات التي واجهتنا في هذا المشروع هو أن بعض المواد المستخدمة في التجربة لم تعمل، ولضيق الوقت لم نستطع توفير مواد جديدة، حيث أننا مرتبطين بعام أكاديمي محدد لإجراء هذا البحث. كما هو الحال في معظم البحوثات العلمية، النتائج التي يمكن أن يتحصل عليها من البحث إما أن تكون نتائج لم تؤكد وجود علاقة معينة بين الجين المدروس وبين العرض المراد دراسته، أو أنها تؤكد وجود هذه العلاقة. الذي حصل في دراستنا أن النتائج أكدت أو لم تؤكد وجود أي علاقة بين جين السوكس 2 وتأثيره على ارتفاع معدل السكر في الدم. من الملاحظات العلمية السابقة أن المرضى الذين يعانون من زيادة في معدل هرمون النمو تظهر لديهم بعض الأعراض مثل تضخم في عظام الفك أو عظام الجبهة. هؤلاء الأشخاص الذين يعانون من هذا المرض ظهر لديهم من خلال المتابعة السريرية أعراض مرض السكري، وهم في الأساس لا يعانون من النوع الثاني للسكري. لذلك ظهور هذه العلاقة بين هرمون النمو وبين أعراض مرض السكري أعطتنا الانطلاقة للبدء في هذا البحث وتقصي ما إذا كانت هناك فعلا علاقة واضحة بين الجينات المسؤولة عن هرمون النمو وبين أعراض مرض السكري. فكرتنا هي عبارة عن إضافة نكهات جديدة للقهوة العمانية الأصيلة، ومن أهم أمثلة النكهات العمانية جربناها مع القهوة العمانية هي القهوة العمانية بالكركم، والقهوة العمانية بالقرنفل والنعناع، والقهوة العمانية بالنعناع، والقهوة العمانية بالعسل، والقهوة العمانية بالهيل والقرنفل.
دوري في الشركة مديرة التسويق. أولاً قمت بتصميم الشعار للشركة، ثانياً ترويج للمنتج وجذب الزبائن لهم، ودراسة السوق أي الفئة التي تقبل على شراء منتجاتنا، ورصد التحديات في سوق العمل. أنا مدير مشتريات، دوري هو إدارة شراء المواد الخام التي يحتاجها المشروع ومراقبة احتياجها واستهلاكها وتحديد الكمية المطلوبة للإنتاج حتى لا يكون هناك مشتريات زائدة وما يؤدي إلى تأثير ميزانية المشروع. ومن ثم أضيف ملعقتين من القهوة ومن ثم نغلقها وننتظر حتى يسكب القهوة والماء هنا. وصلنا معكم مشاهدينا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج بحوث، شكرا لكم على حسن المتابعة، نلتقيكم إن شاء الله في الأسبوع المقبل ومشروع بحثي جديد.